السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف على نكته رخيصه موجوده في كل مطبخ، ليها دور فعال في تحسين الذاكره بنسبه 75%، وليها دور فعال في تحسين وظائف الجسم كله بناء على دراسات مثبته. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. النبتة دي هي نبتة إكليل الجبل أو الروزميري. إن شاء الله هنتعرف بخصوص بالنسبة للنبتة دي، إيه فوائد مطحون إكليل الجبل أو الروزميري، وإيه فوائد زيت الجبل أو الروزميري. وأنا جربته قبل ما أصور الفيديو ده بثلاث شهور. في هذا الفيديو هتناول نقاط معينة، إيه السر وراء فوائد نبتة إكليل الجبل أو الروزميري، وإيه الفوائد المثبتة علميا، وإزاي نحصل على هذه الفوائد، ومين الناس التي يجب أن تتجنب تناول نبتة إكليل الجبل أو الروزميري، وهل له تأثير على الضغط، وهل له تأثير على هرمون الذكورة، وهل له تأثير على الكبد، وهل له تأثير على الكلى. إن شاء الله هنتعرف ببساطة واختصار في هذا الفيديو. أول نقطة مهمة، السر وراء فوائد إكليل الجبل أو الروزميري، احتوائه على مضادات أكسدة مجموعة الفلافونويد والبوليفينول، بيحتوي كمان على حمض اسمه الكارون والسيك، وده بيحسن الذاكرة قوي قوي، وكمان لها دور فعال النبتة دي في زيادة ناقل عصبي مهم جدا لصحة الدماغ اسمه أسيتيل كولين. فعشان كده ده السر فعلا وراء فوائد نبتة روزميري أو إكليل الجبل. أول فايدة مثبتة علميا كما ذكرت في بداية الفيديو، صحة الدماغ زي ما قلت حالا بتحسن الذاكرة بصورة فعالة جدا، درجة الدراسات أثبتت إن هي بتحسن الذاكرة بنسبة 75%، بتحسن الذاكرة قصيرة الأمد، وتحسن الوظائف الإدراكية والمعرفية بصورة فعالة. تم عن دراسات كتيرة قوي، منها دراسة تمت على 38 شخص متوسط أعمارهم 75 سنة، تم إخضاعهم لنظام غذائي يحتوي على 5 جرام من مطحون الروزميري أو إكليل الجبل لمدة 3 شهور. لاحظوا بعد 3 شهور الذاكرة عندهم اتحسنت قوي، والوظائف الإدراكية اتحسنت قوي، وبالذات الذاكرة القصيرة اتحسنت قوي. ده يدل على قد إيه خلاصة نبتة الروزميري أو إكليل الجبل مفيدة جدا لنا كلنا. فحلو قوي نضيف كلنا مطحون إكليل الجبل أو الروزميري للأكل بتاعنا كله، للشربات كلها، شوربة الدواجن، شوربة الأسماك، شوربة اللحوم، حلوة قوي نضيفها لأكلنا كله. هتلاحظوا إن شاء الله تحسين الذاكرة بصورة حلوة قوي، طبعا مع علاج السبب ومع المكملات اللي انا ذكرتها في الفيديوهات السابقه، مع فيتامين دي، مع اوميجا 3، مع فيتامين بي، كل ده مهم، كله مكمل لبعضه عشان نحصل على ذاكره قويه. ممكن ايضا استنشاق زيت روزميري. زيت الروزميري من الحاجات الحلوه قوي اللي هو له دور فعال عند استنشاقه فعلا في تحسين الذاكره، سواء الذاكره قصيره الامد وتحسين الوظائف الادراكيه والمعرفيه، وفعلا انا جربته فعلا بيحسن فعلا الذاكره بصوره فعاله. ايضا من الفوائد المثبتة علميا ان هو له دور فعال في التغلب على القلق والتوتر. احنا لما بيحصل لنا قلق وتوتر بيزيد هرمون الكورتيزول في الدم، فلما يزيد هرمون الكورتيزول في الدم نحس بالقلق والتوتر. دراسات اثبتت مطحون اكليل الجبل او روزميري او شم زيت اكليل الجبل بيساعد على تقليل هرمون الكورتيزول بصوره فعاله، وتم عمل دراسه على 22 شخص يعانون من القلق والتوتر بصفه مستمره، صحوهم بان هم يشموا زيت الروزميري لمدة 10 دقائق، وقاسوا هرمون الكورتيزول قبل ما يشموا زيت الروزميري وبعد ما شموه ب10 دقائق، لاحظوا ان هرمون الكورتيزول قل بنسبة 23%، وفي نفس الوقت القلق والتوتر قل عندهم. فده يبين قد ايه زيت الروزميري من الحاجات الحلوة قوي اللي نستعين بيها عشان نتغلب على قلق وتوتر. حلوة قوي نضعه في فواحة، حسنا الذاكرة والتركيز والقلق والتوتر. الفايدة التالتة بقى الحلوة قوي ان هو كمان بيقلل الشعور بالإجهاد والتعب والإرهاق. كلنا لما نحس بشعور بالتعب والإرهاق زيت الروزميري الحاجات الحلوة قوي لو استنشقناها فعلا بتقلل الشعور بالتعب والإرهاق. وتم عمل دراسة على 30 شخص يعانون من الإجهاد والتعب والإرهاق، ونصحهم بان هم بس يشموا زيت الروزميري لمده 10 دقائق. لاحظوا بعد 10 دقائق الشعور بالتعب والارهاق ده قل بنسبه 30%. ده يبين قد ايه زيت الروزميري ده حاجه حلوه قوي نضعه في الفواحه، هيحسن الذاكره، هيحسن التركيز، هيحسن المزاج، في نفس الوقت هيتلاقوا كمان الشعور بالتعب والارهاق قل، واي قلق وتوتر بتمروا بيها تحسوا تلاقوا فضل الله راح جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. ايضا من الحاجات الحلوه او من فوائد الروزميري المثبته علميا ان هو له دور فعال في علاج الالتهابات ومضاد التهاب قوي نظرا لاحتوائه على مضادات اكسده ومضادات التهاب. تم عمل دراسات كتير اثبتت الكلام ده، منها دراسه تمت على مرضى روماتويد اللي هو بيعانوا من التهاب المفاصل الروماتويدي، وضعوا 10 نقط من زيت الروزميري على معلقه كبيره من زيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر،
وبدأوا يدلكوا بيه المفاصل كلها لمدة أسبوعين. لاحظوا بعد أسبوعين الالتهابات قلت بنسبة 50%، ده يبين قد إيه له دور فعال كمضاد التهاب. أيضا زيت الروزماري من الحاجات الحلوة قوي اللي لها دور فعال في إطالة الشعر، إنه بيغذي فروة الرأس بصورة فعالة قوي، بيزود الدورة الدموية الواسطة لفروة الرأس، فبيغذي شعاع الشعر بصورة حلوة قوي، فبيساعد على إطالة الشعر بصورة حلوة قوي. عشان ندلك بيه فروة الرأس مهم أيضا تخفيفه بزيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر، 10 نقط من زيت الروزماري نضيفها أيضا على معلقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر، وندلك بيه فروة الرأس لمدة 10 دقائق. لاحظوا ان تدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق كل اسبوع بيساعد على اطالة الشعر وانبات الشعر، له دور فعال في زيادة خصوبة الرجال لانه بيزود هرمون الذكورة. ايضا فوائد المزات العالمية لزيت الروزماري ان هو له دور فعال في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي نظرا لاحتوائه على مضادات اكثر مضادات التهاب، بالاضافة الى انه هو مضاد بكتيري ومضاد ميكروبات واسع المدى، فمطهر ومعقم للجهاز الهضمي، فبيحسن عمليه الهضم ومطهر ومعقم للجهاز الهضمي. زي ما قلت حالا حلو نضيفه للشربات بتاعتنا كلها ونضيفه لاكلنا كله، وحلو قوي نتناول مشروب الروزماري نفسه. مشروب الروزماري بنعمله ازاي؟ معلقه صغيره من مطحون الروزماري نضيف ليه كوبايه ميه مغليه ونغطيه 5 دقائق ونشربه. ده حلو جدا لو شربناه كل يوم، هيساعدنا فعلا على الحصول على الوظائف السابقه وتحسين وظيفه الجهاز الهضمي بصوره فعاله، وحلو قوي نضيفه لاكلنا كله للناس اللي ما عندهاش وقت تعمل مشروب روزماري. ايه موقف اكليل الجبل او مطحون اكليل الجبل من الضغط؟ دراسات اثبتت ان هو بيخفض الضغط بس مش بيخفضه او بيخفضه نسبه معقوله، وده نظرا لانه له تاثير مدر للبول. طب ايه موقف زيت الروزماري من الكبد؟ الناس كلها بتبقى خايفه على الكبد، اول ما تقول لها عاوز بقى تخاف على الكبد، لا ملوش اي تاثير على الكبد، دار بالعكس بينشط وظيفه الكبد ويحسن وظيفه الكبد. طب ايه تاثير الروزماري على الكلى؟ تاثير الروزماري حلو قوي برضه بيحسن وظيفه الكلى نظرا لاحتواء على مضادات اكثر مضادات التهاب، فمفيد للكلى مفيد للكبد مفيد للدماغ مفيد للاوعيه الدمويه مفيد للجسم كله، وبيحسن كمان حساسيه الانسولين في الدم، بيساعد على ضبط سكر الدم مرضى السكر، بيساعد ايضا على التخلص من نسبه الدهون الضاره في الدم لو احنا ماشيين على نظام غذائي صحي. مين الناس التي يجب ان تتجنب تناول اكليل الجبل او شم زيت الروزماري او اكليل الجبل؟ الناس اللي عندهم حساسيه يجب تجنب شم زيت الروزماري او تناول اكليل الجبل كمطحون. خلاصه زيت الروزماري او اكليل الجبل من الحاجات الحلوه قوي الموجوده في كل بيت ورخيصه، حلو قوي نضيفه للشربات بتاعتنا كلها، حلو نعمله كمشروب، حلو نشم ريد زيت الروزماري، حلو نحط نضع في الفواحه ريد زيت الروزماري عشان يساعدنا على تحسين الذاكره والتركيز والتغلب على القلق والتوتر والتغلب على الشعور بالاجهاد والتعب. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.